النادي الاسماعيلي استفاد ايه يا كابتن هاني؟ ما استفدناش حاجه. استفدنا ان احنا خسرنا 3 بونت، ازداد موقفنا صعوبه، رغم ان احنا كنا في احوج الاحتياج لل3 بونت دول، وحضرتك تعلم موقفنا في الدوري وتعرف موقف الفريق وما يعانيه الفريق. النادي الاسماعيلي مش مستحمل كمان التحكيم واخطاء التحكيم، كفايه الاخطاء الاداريه، كفايه الاخطاء اللي ماليه النادي واتت بيه للي احنا وصلنا بيه ده. النادي الاسماعيلي مش مستحمل ماتشين كمان يبقوا فيهم اخطاء. يعني مجرد ماتشين كمان يبقى النادي الاسماعيلي خلص، ويبقى ساهم الحكام مع الادارات في الانهاء على الاسماعيلي. حاجه يعني انا شايف ان موقف غريب جدا. يعني انت حضرتك معين حكم فار، شغلتك ايه اللي انت تتابع المباراه؟ كلمه ما شفتش دي يعني ايه ما شفتش؟ يعني ايه ما شفتهاش؟ يعني حضرتك كنت فين وانت ما شفتهاش؟ يعني سؤال منطقي يعني جدا الحقيقه. حضرتك ده انت تعيينك مخصوص عشان كده، يعني لا حضرتك اللي كنت بتكلم مع حد على الدكه ولا ملتفت لحد في الجمهور، حضرتك قاعد قدام الشاشه عشان تتابع ما لم يراه الحكم. فدي طبعا مشكله كبيره جدا، ودي ضربه الجزاء اللي اقر بيها الخبير الاجنبي. ايوه في كورتين كمان فيهم شك ان هم ضربات جزاء. ايوه احنا شفناهم من الملعب، ممكن الخبير ما شافهاش. فاحنا عندنا علامات استفهام على الاداء التحكيمي، رغم اشادتي بالكابتن محمد الحنفي في مقابل الحكم هايل وحكم على درجه كبيره جدا من الكفاءه، ولكن انا ارى امبارح ان هو كان بعيدا عن التوفيق. والاداء ده وتر اللعيبه وادى اللي احنا وصلنا له. تمام، لكن مع اتفاقي مع كلامك انه ده لا يمنع ان الاسماعيلي مش بيقدم كره متميزه، يعني الفرقه لمباراه جديده المستوى الفني غير مقنع، وده ما يزيد الامر قلقا في الوضع الراهن، تزامنا مع قصه ان الاسماعيلي بلا اداره حاليا لحد تعيين الاداره، وده اللي انا عايز اسالك على موقفه الحالي، شايفه ازاي وشايف ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه؟ أنا يمكن نشدت امبارح الدكتور أشرف صبحي إن النادي الإسماعيلي لا يتحمل لمدة 7 أيام بدون اتخاذ قرار وبدون الاتفاق على لاعبين وبدون ترتيب الأوراق، لأن احنا ال7 أيام دول هنكون دخلنا في 3 ماتشات. كون إن مفيش حد يقدر ياخد قرار دي في حد ذاتها مشكلة. كون النادي الإسماعيلي ربنا اعلم بيدار ازاي، اقول لحضرتك يعني حاجه مخجله ان احنا ما عملناش تظلم في الحكم، عشان قيمه التظلم هنوفرها ان احنا نسافر مباراه طلائع الجيش. ده على ما بعد مباراه الاسماعيلي امبارح مع المقاولين، كان الاسماعيلي عايز تظلم و10000 جنيه صعب، واتعمل اعتراض بدل التظلم عشان نوفر 10000 جنيه عشان المباراه هتيجي برضه في وجود لجنه بلا مجلس ومفيش موارد في النادي. تمام. فانا بناشد بعد اذن حضرتك دكتور اشرف من فضلك الدعم المادي للنادي الاسماعيلي لتسيير اموره، وبناشد الشركه الراعيه يا ريت يكون في سرعه في الحصه الخاصه بالنادي الاسماعيلي عشان نقدر نتفق، او الناس المكلفين او الناس اللي تكلف تقدر تتفق مع لعيبه النادي الاسماعيلي في موقف سيء جدا 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 جدا، صح.